مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية التي نتذكر فيها ذلك اليوم التاريخي. قبله نتذكر يوم الاثنين 18 من شهر مارس عام 2013، حينما انطلق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في خطوة جديدة تخطوها اليمن لاستكمال بنود التسوية السياسية التاريخية. ومثل حينها افتتاح المؤتمر مؤتمر الحوار انطلاقة جديدة ووضع اللبنة الأساسية لبناء يمن المستقبل. حينها أعلنت رئاسة مؤتمر الحوار أمام كافة أعضاء الحوار وأمام سفراء المجتمع الدولي والإقليمي وتحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على انتهاء العقد الاجتماعي السابق، وأن اليمنيين بدأوا اليوم كتابة صفحة بيضاء جديدة في تاريخهم المعاصر ويطوون فيه صفحات كالحة السواد، ومؤكدين على ضرورة مغادرة الماضي بكل تفاصيله. في 25 يناير 2014 تسلم فخامة الرئيس الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. هذا المؤتمر الذي وصف بالأول من نوعه في تاريخ اليمن، سواء من حيث أسبابه وآلية الإعداد والتحضير له أو آلية تشكيله والتمثيل فيه أو أسلوب إدارته وتوزيع فرق العمل فيه أو نوعية القضايا التي بحثها وناقشها ووضع الحلول لها والرؤية المتفردة التي خرج بها الكفيلة بقطع الطريق أمام عودة الاستبداد أو حكم الفرد أو القبيلة أو العائلة أو السلالة، وضع لبنة حقيقية لبناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، دولة العدل والمساواة، دولة الحريات المسؤولة. هذه المضامين لم ترضي عتاولة الشر، هذه المضامين لم ترضي الثعالب والثعابين التي خرجت من جحورها، كما قال فخامة الأخ الرئيس في كلمته اليوم وفي المقال الذي نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وفي صحيفة 14 من أكتوبر. نرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بضيوفنا هنا في الكرام في الاستوديو، الأستاذ عبد الرحمن الخضر الكاتب الصحفي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، ونتشرف أننا نجدد اللقاء في قناة عدن. أهلا وسهلا بك. أيضا نرحب بالأستاذ علي أحمد الحاتلة، مدير عام العلاقات الخارجية بمحافظة شبوة. مرحبا بكما. شكرا لك على يعني حفوته والاستقبال في هذا الاستديو والاستضافة. يا مرحبا، وشرف كبير أن نطلع في هذا البرنامج معكم. يا مرحبا، وحياك الله أستاذ فهد. إذا نبدأ معكما، ولكن قبل ذلك وقبل أن نبدأ معكم مشاهدي الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ثم نبدأ معكم مشوار حلقتنا. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالحوار نصنع المستقبل. هذا اليوم 25 من يناير الذي نلتقي فيه، وقد اختتمنا بنجاح من قطع النظير مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستطعنا تجاوز كل الصعوبات والعوائق التي واجهها خلال فترة عقادة، سواء ما كان متعمدا منها أو ما كان طبيعيا ومتوقعا، وهو ما أدى إلى امتداد أعماله 10 شهور كاملة بدلا عما كان مرسوما له وهو 6 شهور فقط. ومع ذلك فإننا نعتبر مثل هذه الفترة رقما قياسيا إذا ما تأملنا في التعقيدات والصعوبات التي بدأ المؤتمر أعماله في ظلها. وها أنتم اليوم يا أبناء شعبنا ترون اليوم ضيوفكم الكبار من الأشقاء والأصدقاء يحتفلون معكم بهذا الإنجاز الوطني الكبير، وهذا أكبر دليل على أهمية وعظمة ما خرج به مؤتمر الوطني. وبهذه المناسبة الكبيرة نؤكد لضيوفنا الأعزاء أننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لنضع سويا يمنا جديدا يفخر بشعبه
ويكون عمقا وسندا لإشقائه ودعما لأمن المجتمع الدولي وعامل لاستقرار العالم كله. أن نجاح مؤتمر الحوار صنعناه بإرادة يمنية خاصة وباختيارات وطنية لا مجال فيها للحسابات غير مصلحة الوطن والمواطنين. لقد كانت تجربة الحوار مدرسة في الأداء والإنجاز وتعبيرا واضحا عما يمكن لليمنيين القيام به، أن صدقت النوايا وتوفرت الأجواء الصحية للعمل. كان الحوار إحياء للحكمة اليمانية التي غابت عنا أحيانا لكنها أبدا لم تمت في دواخلنا. فإذا كان اليمنيون قديما قد بنوا أحد أكثر الحضارات تطورا وإبهارا في العالم، فإنهم اليوم يبنون وطنا جديدا ومصيرا مشتركا. فلقد أعادنا الحوار إلى أنفسنا وإلى حقيقتنا، فقدرنا كيمنيين هو أن نتخلى عن معاول الهدم وأن ننطلق إلى ورش البناء والتشييد، وهذا هو نجاحنا الحقيقي. الأخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لعلكم تتذكرون ما قلته لكم في كلمة التي ألقيتها في افتتاح أعمال المؤتمر في 18 من مارس الماضي، بأنكم ستخلدون أسماءكم في ذاكرة أجيالنا القادمة وفي ذاكرة العالم كله إذا اقتنعتم بأن ليس هناك خيار أمام مؤتمركم سوى خيارا واحد، وهو خيار النجاح والنجاح فقط. وقد كنتم بفضل الله تعالى عند مستوى الثقة بشعبكم وقيادتكم بكم، ووصلتم بمؤتمركم الحوار إلى خيار النجاح الكامل. غير أن المنقوص عبر تجربته الفريدة وغير مسبوقة على المستوى العالم كله من حيث ظروفها وتعدد أطرافها وتعقيد قضاياها وتشابك مصالحها وعمق صراعاتها وخلافاتها وتداخل أبعادها الفكرية والجغرافية والإنسانية، لقد استحققتم بامتياز أن تكونوا ضمن السجل الخالدين في ذاكرة شعبنا ووطننا بما توصلتم إليه من مخرجات تضمنتها الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، والتي ستكون بلا شك الدليل الكامل لمسار العمل الوطني في المرحلة القادمة. لقد تمخض مؤتمر الحوار عن أكثر من 2000 من المخرجات، وتوزعت ما بين موجهات دستورية وأخرى قانونية، وما بين توصيات لتعديل السياسات العامة، وجعلها في خدمة المواطن والمواطن. تذكرون أني قلت لكم في افتتاح أعمال المؤتمر أن كل القضايا المطروحة للحوار تتطلب منا جميعا، تتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات وتبدو معلومة بمعايير اليوم، ولكن الأجيال القادمة ستعتبرها بمعايير القد إنجازا تاريخيا في السجل السياسي، وهذا ما حدث بالفعل. فالجميع قدم تنازلات مؤلمة، وغلبتهم المصلحة اليمن على مصالح مكوناتهم، ولذلك كانت الحصيلة التاريخية بكل المقاييس من خلال توافق على كل التقارير التي أفضت في النهاية إلى الوثيقة النهائية
التي بين أيدينا اليوم. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالحوار نصنع المستقبل. وما أن خرجت هذه المخرجات إلى العلن إلا وخرجت الأفاعي من جحورها مستشعرة أن الإجماع اليمني سينزع عنها الغطاء الذي تدثرت به عبر العقود الأخيرة، تارة باسم الثورة وتارة باسم الدين وأخرى بالدعاء الوطنية. وهذا ما اتضح في الأيام التي تلت. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبا. جهد كبير، رؤية صاغها اليمنيون بقلوبهم قبل أيديهم، إلا أننا رأينا فعلا الأفاعي خرجت من جحورها كما قال فخامة الأخ الرئيس في مقاله. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. وفي الحقيقة الأمر الأفاعي لم تخرج من جحورها بعد المؤتمر الحوار، إنما كانوا حاضرين، كانوا حاضرين وموجودين، وفخامة الأخ الرئيس يدرك ذلك، إنه الأفاعي لم تخرج من جحورها مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني، ولكنها كانت موجودة على الساحة وتقتل وتنهب، وكل الوطنيين الشرفاء كانوا يدركون جيدا أنه لم ولن يؤمنون بأي مخرجات حوار مهما كانت وطنية، أو أن تقدر هذه المخرجات أن تعيد اللحمة بين اليمنيين، وخاصة بين الشمال والجنوب، لأنه هنا مسألة حساسة كبيرة حصلت، وكان في ممثلين للجنوب وجلسوا. القضية الجنوبية كانت الأساسية، محور أساسي. القضية الجنوبية كانت أساسية واستمرت فترة، القضية الجنوبية ممثلة ببعض الرموز السياسية، وكان الأخ محمد علي أحمد وشطارة وغيرهم من الجنوب مثلوا الجنوب، استمروا فترة دون أن يحققون شيء، مع نهاية الحوار تحقق شيء في مسألة القضية الجنوبية. نعم. يعني الندية، ومع هذه ومع اقتراب نهاية مؤتمر الحوار الوطني خلطوا الأوراق يعني نعم، وكانت الأفاعي هي برا يعني مستعدة للجنوبيين ولغيرهم من نعم، من الوطنيين الشرفاء في الشمال. نعم. نتذكر هنا عندما تم اختطاف يعني الأستاذ أحمد عوض بن مبارك، يعني هذه كانت الرسالة الأخيرة في هذا التآمر ضد هذه المخرجات وضد هذه الوثيقة. أستاذ أحمد علي، أستاذ علي، طبعا تفاجأنا نحن بهذه الطريقة الملشوية التي فعلا مارسوها. نبدأ من حيث انتهيتوا أنتوا. نعم. الأستاذ عبد الرحمن، أنه كلمة الأخ الرئيس ومقال الأخ الرئيس، لأنه بقلم. نعم. الأخ فخامة. نعم. رئيس الجمهورية، أولا أنه بقلم فخامة رئيس الجمهورية في صحيفة 14 أكتوبر، هذه تعتبر أولا ثروة للصحيفة، ويعني ثروة للإعلام، وحب الإعلام عند الرئيس بهذا الشكل، انه يكتب بقلمه في صحيفه او عمود معين يخصص له. نعم. في صحيفه 14 اكتوبر، هذا اولا. الرئيس اوجز في كلمته او في مقاله عن ما دار في خلال الحوار، واختطاف احمد عوض بن مبارك هو اختطاف الدستور والوثيقه. نعم. والعمل الذي خلاصه الوثيقه، خلاصه الوثيقه وانهيتها عندما خلاص خرجت مخرجاتها، نهايه يعني مخرجات الحوار وصلت الى نهايتها. نعم. شاءوا أو هم أرادوا أن يفشلوا هذه، وخطفوا أحمد عوض بن مبارك لعمل بلبلة وإشغال الأعضاء في مؤتمر الحوار، وإشغال الدول والأقليم المجاورين لنا، وإشغال الناس وإشغال الشعب اليمني بأحمد عوض بن مبارك، أنه خطفوا وثيقة كاملة، وثيقة اللي نحن كنا ولازلنا متمسكين فيها، ولازلنا أملنا فيها بأن تنجح وتنفذ بإذن الله تعالى. نعم. يعني الجماعة عندهم مشروع آخر، كانوا ضحكوا علينا يعني. بالتأكيد عندهم مشروع آخر، ولا زالوا عندهم مشاريع أخرى، و مشروع تدمير، مشروع قتل، مشروع الهيمنة لا زال. والأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي في كلمته ومقالة استيثار بالسلطة والثروة مقالته اليوم تطرقت إلى كل ما نعاني منه من هذه القوى النفوذ في صنعاء، سواء كنا الشعب اليمني بشكل عام أو كنا الشعب اليمني في الشمال والجنوب، ما نعانيه منهم فخامة الرئيس أوجزها اليوم في مقاله، وحط النقاط على الحروف وبين. نعم. في جزئية من خطابة الرئيس، كلمة الرئيس يقول لن نتخلى عن دماء يعني شهداءنا في الشمال وفي الجنوب. نعم. وهذه بصراحة تحسب للأخ الرئيس يعني من منظور وطني شامل في الشمال وفي الجنوب.
نحن انه اردنا يجب ان نتكلم بشفافيه من تواجد في استوديو او في قناه حكوميه او شيء، يجب على ان يكون في شفافيه حتى نصل الى حلول. نصل الى لا نجامل بعضنا او نجامل الرئيس او نجامل هذا، انما نحن نواجه عدو. عدو مشترك نحن واشقائنا في المنطقه، في دول المملكه العربيه السعوديه ودول التحالف، نحن مصيرنا مشترك نحن وياهم وفي خندق واحد ولن هذا خلينا في الان هناك جهود حقيقه تبذل واستغلت، يعني 25 يناير هذه الذكرى الثالثه، 3 سنوات كان ممكن نحن نعمل شيء، يعني خلال 3 سنوات بدل ما اشغلونا باشياء اخرى كان ممكن كنا ننجز شيء اخر، يعني لو كنت وصلنا انتهينا من مساله استفتاء، انتهينا من مساله دستور، انتهينا من مساله اشياء كثيره. وفي الحقيقة يعني اللي بيتعامل مع قوى النفوذ في صنعاء والرئيس علي عبد الله صالح من البداية يدرك يا أخي جيدا هؤلاء لا يؤمنون يا أخي لا بديمقراطية ولا بجمهورية حقيقية. هؤلاء انقلبوا على الجمهورية في عام 1962 وأعلنوها ملكية بثوب جمهورية، فهمتني؟ يعني للأسف الشديد وليت أنها ملكية كالأنظمة التي حققت التنمية وحققت الانتصارات العظيمة وبنت مواطنها، ولكنها أنظمة فردية نستطيع أن نقول عليها، فهمتني؟ وخربوا الديار ولم يلتزمون بأي شيء، انقلبوا على كل شيء، على الوحدة اليمنية في عام 90 وشنوا حربهم على الجنوب في 94 وكرروا وشنوا حربهم الظالمة العدوانية في الحرب الأخيرة 2015 وصلت كل بيت خاصة في الجنوب. هؤلاء لا يؤمنون أستاذ فؤاد بأي شيء الأخ الرئيس يخاطب الشعب اليمني بشكل عام. الشعب اليمني يقول للأخ الرئيس أنه حتى اللي كان مثلا عنده رؤية من الخاصة من الجنوبيين في مؤتمر مخرجات الحوار الوطني أنه يقول نحن ممكن نتعايش ونقبل إن تمت مخرجات الحوار الوطني بناء على ما تم الاتفاق عليه والدول الراعية له، إننا ممكن، لكن مع من ومن سينفذها ومن من سيؤمن بها من الجماعة. والأخ الرئيس يدرك هذا جيدا. الآن هناك شباب حقيقة يعني مقبلين على واقع آخر. نحن الآن وضعنا اختلف، كنا لا نمتلك جيش ولا نمتلك مؤسسات، الآن بدأت تتبلور الدولة بعيد عن قوى النفوذ حقيقة، ونحن هذه حربنا هي ضد قوى النفوذ، كانت هذه النفوذ من بقالب أو بلباس ديني أو كانت بلباس مناطقي أو كانت بلباس عائلي. أهمية التوعية والتعريف بهذا المنجز يعني حقيقة. أولا يجب أن يعرف الجميع انه الانقلابيين الحوثيين هم يعني يحملوا مشروع ليس مشروع لليمن. المشروع اللي عندهم له يعني مش اقتراب للسلطه او يقود السلطه او لقيام دوله او لاداره الدوله. المشروع اللي عندهم مشروع ايراني صفوي بحت. مشروع يمشوا عليه، وانا قلتها في اكثر من مقابله واكثر من لغه، انه هذا ليس يعني ليس امام مشروع دوله. إذا كان أمام مشروع دولة لا يمتلكون مشروع يخدم وطنك، يخدم اليمن، يخدم الشعب اليمني، يخدم شباب اليمن، يخدم جيشها، يخدم حدودها، ويخدم مصالحها ومستقبل أبنائها، جامعات تدرس، يعني كان صفقنا لهم بالأيادي. لكنه يحملوا مشروع انتقامي، مشروع سفك الدماء، نهب، فساد، سرقة، ينفذوا شيء خارج إطار اليمن، ينفذوا مشروع يعني خارجي. لا يخدم مشروع لا علاقة لنا فيه، لا علاقة لا بيئتنا ولا ديننا ولا ثقافتنا، ولا نحن كنا نصلي مع بعض، ولا نعرف أين الرافضي وأين الشيعي وأين السني. كنا قائمين على صلاتنا في صنعاء، في عدن، في أي مكان، في دمار، في وإنما كان قد يكون في 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 حاضنة قديمة، لكن هم أجوا ينفذوا مشروع. وأخذت منهم دورات في إيران من الحوثة، وانتم مطلعين على هذا الكلام. نعم يعني نعم من عشرات السنين، ليس نعم من مؤتمر الحوار ولا من بعد مؤتمر الحوار، نعم، ولا من 2011 هم، نعم، من زمان وهم يبحثوا عن هذا الشيء. والحروب الستة التي اقامت حروب وهمية كشفت من يلعب وراء الحروب، نعم، كشفت وما الذي يغذيهم. علي عبد الله صالح، انا كلمة رئيس كبيرة عليه، انا اقولها بصراحة، يعني وصح يعني كان رئيس للدولة 33 سنة، طيب، لكن لا نقول على رئيس لانه هو اللي كان يسعى لهذه الامور
ويعمل توازن اللي يبغاه هو في السلطة ويبغاه هو في العاصمة. خلينا نشارك معنا الأستاذ خالد اليماني مندوب بلادنا في الأمم المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله. ممكن نبعد عليكم التلفون. السلام ورحمة الله أخي العزيز. اليوم 25 من يناير، حقيقة نتذكر ذلك الجهد الذي بذل خلال 10 أشهر والخروج بوثيقة مؤتمر الحوار الوطني الذي انقلب عليه الانقلابيون وميليشياتهم. حقيقة كانت هناك خطوات واثقة تسير نحو تطبيع أوضاع معينة، إيجاد عقد اجتماعي جديد في بلادنا. كيف انعكس هذا التحول حقيقة على رؤيتكم سعادة السفير ومشروع الدولة الحقيقي الذي كنا نسعى إليه، ولكن الانقلابيون حاولوا اختطاف هذا المشروع؟ أشكركم جزيل الشكر على استضافتي أخي العزيز، وقناة عدن عزيزة على قلبي، فهي قناة كل اليمنيين الشرفاء الذين يدافعون عن حق كل شعبنا اليمني في العيش الكريم. وذكرى 25 يناير ذكرى غالية على كل اليمنيين، لأن اليمنيون فيها لأن اليمنيين في هذا التاريخ اتفقوا على بناء دولة اتحادية ديمقراطية، واتفقوا على تدمير المركز المقدس الذي فرضته الدولة العميقة بسيطرتها على كل مقدرات الشعب اليمني بالاستقواء وفرض السياسة. فهناك صراع ما بين الدولة التقليدية ورؤية فخامة رئيس الجمهورية الذي حملها إلى مؤتمر الحوار، والذي حظيت بدعم وتأييد كل الشعب اليمني. فخامة الرئيس عبد الرب منصور قدم التضحيات العظيمة والكبيرة من أجل الشعب اليمني، وحمل هذه الرؤية عزيزة على قلبه بأن نبني يمنا اتحاديا ديمقراطيا لكل اليمنيين، لا استقواء فيه، ولا مجال للمناطقية، ولا مجال للاستبعاد، ولا مجال لفرض القوة وواقع الغلبة. هذه الرؤية تصادمت مع رؤية سلالية لبناء الدولة الطائفية، دولة السلالة ودولة الأمراض المقيتة التي تعود إلى القرون الوسطى. نعم. هذه الرؤيتين تصادمتا في 25 من يناير. نعم. قرر الشعب اليمني بعد مشاورات طويلة ومتأنية درس فيها كل البدائل السياسية، واستعرضت فيها كما أشار فخامة الرئيس في أكثر مناسبة، قدمت كل مشاكل اليمن على طاولة المشاورات، قدمت كل الخلافات وكل الاختلافات. مشاكلنا في الجنوب عرضت بكل وضوح، لم يقدم للقضية الجنوبية مثل ما قدم في مؤتمر الحوار من إنصاف ونظرة دقيقة وشاملة وعلمية مدروسة. قدمت حلول لمشكلة صعدة، قدمت حلول لمشاكل حتى المهمشين. نعم. ما يسمى بالمهمشين في المجتمع اليمني. نعم. قدمت حلول لكل مشاكل اليمن. نعم. حينما عرضت هذه المشاكل أصرت القوى الظلامية على أن تبقى في الظلام، وعلى أن تفكر بسياسة الانقلاب والانقضاض والتهرب على الالتزامات. لم تقل العناصر التابعة للحوثية في مؤتمر الحوار أن اعتراضاتها على حقها الإلهي، لم تبين ذلك. نعم. لم يقل علي عبد الله صالح إنه ينبغي أن يبقى في السلطة ويستأثر في السلطة ويمتص ثروات الشعب اليمني لمئات السنين القادمة، لم يقل ذلك في الحوار الوطني، لأنه لا يمكنه أن يقول ذلك في حوار مدني حضاري متقدم. نعم. فضل أن يبقى في مؤامراته الظلامية ويفكر في كيفية الانقضاض على الدولة. حينها دخلوا في شراكة ودخلوا في اتفاق سري مع منالي. نعم. إيران، وتمت المؤامرة والانقضاض على الدولة. نعم. أريد أن أقول هناك صراع ما بين مشروع الحداثة، مشروع الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية التي حملها عزيزة على قلب دائما ودفع الكثير من أجل الحفاظ عليها فخامة الرئيس عبد الرب منصور، هذه مقابل المشروع الطائفي السلالي المناطقي البغيض الذي دمر اليمن واستنزف كل ثرواتها حتى الآن. نعم. هناك خطوة مهمة، وهي خطوة توثيق هذه الوثيقة في المحافل الدولية. يعني أستاذ، أهمية هذه الخطوة حتى
لا تضيع كل هذه الجهود ولا تأتي قوى تحاول أنها تمتطي على هذه الأعمال وهذه الوثيقة التاريخية والعقد الاجتماعي الفريد حقيقة للمجتمع اليمني؟ أتفق معك أخي العزيز، أتفق تماما. هذه الوثيقة حينها وزعت على كل المنظمات الدولية، تم توثيقها في الأمم المتحدة، إنما الأمم المتحدة هي شريكة رئيسية في صياغة هذه الوثيقة. نعم. فقد كانت الأمم المتحدة تشرف وتيسر كل جهود اليمنيين في الحوار في مختلف الملفات التي ناقشها الحوار الوطني، وكانت شريكة منذ اليوم الأول في تسيير الحوار وفي تسهيل صياغات وفي لجان العمل المختلفة، وبل كانت الدول أيضا الراعية لعملية الانتقال السياسي السلمي حاضرة في هذا. فبالتالي هذه الوثيقة ملك للشعب اليمني وملك للإنسانية، فقد كانت نموذجا لتطور الحوار الديمقراطي المنفتح الحر الذي يستعرض كل القضايا ولا يستثني قضية من القضايا. كنا نقول لكل الأطراف تعالوا بما لديكم من مشاكل، تعالوا بما لديكم من خلافات، تعالوا بما لديكم من 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 أبعاد سياسية أو أيديولوجية أو مناطقية، وتعالوا قولوا لنا ماذا نريد، كيف نريد شخص. وحينما وصلنا إلى هذه القناعة اكتشفنا أنها تصادمت بشكل واضح. نعم. بين أهداف الشعب اليمني تصادمت مع المشروع السلالي المناطقي البغيض الذي تبنته إيران وحملت رسالة الموت لأبناء شعبنا. نعم. يجب أن تعرف أخي العزيز إن وثيقة الحوار الوطني هي مرجعية ثابتة في الأمم المتحدة. حينما نتحدث عن مرجعية السلام في اليمن نتحدث عن المبادرة الخليجية. نعم. ومخرجات الحوار الوطني. نعم. والقرارات المجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني. نعم. فالحوار الوطني ومخرجاته ثابت لا يمكن تغييره. أي حل في اليمن يستثني الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني أو يجتزئ مخرجات الحوار الوطني لا يمكن له أن يكون حلا مستداما في اليمن. هذا انتهى الأمر. اليمنيون فاغوا مخرجات الحوار الوطني من دمهم، فبالتالي سيحافظوا عليها وسيقدموها نموذجا للبشرية. أنت لازم تعرف أنه في شعوب كثيرة طلبت مننا نسخ من الحوار، وزعت هذه الوثيقة لكل شعوب العالم. هناك شعوب يعني لو مع الأسف لولا أننا وقعنا في هذه الكارثة التوسعية الإيرانية وأصحاب المشاريع الصغيرة لكنا نموذج السلالي، وإلا كنا قدمنا للبشرية نماذج ممتازة من الانتقال السياسي السلمي. الأستاذ خالد اليماني مندوب بلادنا في الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك، أعطيك الصحة والعافية. حقيقة هناك كثير من المحاور في هذه الحلقة، ويبدو أننا لن نستطيع الإيفاء بها. مشاهدي الكرام نبقى مع فاصل ثم نعود لنستكمل معكم هذا الحوار. عبد ربه منصور، هذه هي أيضا وثيقة المستقبل، وثيقة اليمن الجديد والأجيال القادمة، وثيقة سطرت منذ اللحظة الأولى لسقوط أول شهداء التغيير والثورة السلمية، وصيغت بدماء زكية طاهرة لم تقتصر على منطقة يمنية دون أخرى ولا على فئة اجتماعية دون الأخرى أيضا. فليتفضل إذن أطفال اليمن. آبائي الأعزاء، باسم أطفال اليمن نشكركم لأنكم استجبتم لنداء المستقبل ووفيتم بوعدكم، واليوم نحمل إليكم وثيقة اليمن الجديد، ونحملكم أمانة حماية مستقبلنا وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. خليها مغلق. التحية إذن لأطفال اليمن على امتداد هذا البلد الطيب، ولكل أجيال اليمن التي لا شك تطمح لبناء مستقبل جديد ومغاير، مستقبل يسوده العدل والمساواة والحرية.
التحية من خلال أطفال اليمن لكل الآباء والأمهات ولكل رجال ونساء وأجيال اليمن الداخلي والخارجي. ولنهتف جميعا، الشعب يريد وظيفة الحوار الوطني، مسؤولية كل يمني وليس مسؤولية رئيس الجمهورية من نفسه. كل يمني مسؤول على هذه الوثيقة وتنفيذها. هذه الوثيقة مسؤولية كل يمني، مسؤولية أعضاء الحوار على كل يمني، على كل يمني يعرف أنه مسؤول على تنفيذ وثيقة الحوار الوطني وليس رئيس الجمهورية من نفسه. شكراً. فلنعمل جميعاً إذن على تطبيق وتنفيذ هذه الوثيقة بالاتجاه صوب الوطن الجديد واليمن الجديد والمستقبل الواعد بحول الله وقوته. مشاهدي الكرام، عدنا إليكم لمتابعة واستكمال مجريات هذا الحوار. حقيقة أستاذ عبد الرحمن، كانت هناك يعني خطوط مهمة أشار إليها سعادة السفير في خطاب، أننا لولا قيام هذه الميليشيات بهذا العمل الإجرامي لكنا نموذج، لقدمنا نموذج للعالم، يعني كنا نحارب أنفسنا في أن نكون نموذج للعالم. بالتأكيد، يعني مع شكرنا وتقديرنا للأخ السفير خالد اليماني، ما تفضل به وذكرها الأخ السفير لا غبار عليه، كلام واقعي. ولو أنه تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحذافيرها وبكل جدية وبكل لسه كنا بدينا بسم الله، بدون استقواء، بدون استئذار بالسلطة، بدون طائفية. فعلا كان اليمن نموذج احتذابه. نعم. ولكن أنت تعرف ونحن نعرف من البداية أنه مع من هذه مشكلتها ستظل مع من حتى يتم القضاء على ما يسمى بالانقلابيين من جانب الشرعية. نعم. ولا سنظل مع من؟ نعم، سنظل مع من؟ مراكز القوى يجب أن تكون لا أيوة. نعم. ولا ستظل كلمة مع من؟ يعني السلاح كان مشكلة أساسية عندما استولوا على السلاح، وأيضا كان علي عبد الله صالح يضمر في نفسه أنه سينقلب على كل هذا كما تعود دائما أن ينقلب على كل الاتفاقيات. يا أستاذ، أيضا هنا دخل المشروع الإيراني في الوسط، وهذه طامة أخرى من الطامة الكبرى في مجتمعنا. يعني مسألة كيف يمكن أن نكون أكثر حزما وعزما وقوة لمجابهة كل هذه الخطط وكل هذه المؤامرات نحن فيها الآن؟ أولا هذا الكلام هو يعني تداول لعمل، عمل ممنهج، عمل مرتب له. علي عبد الله صالح كان يعمل خلال 33 سنة في حكم أولا للشمال وبعد الوحدة اليمنية الحكم لليمن، كان يعمل على كيف يبقى في السلطة لولد الولد وابن الابن وجد الجد ويعني توارث السلطة. فكان حتى رئيس عبد الرب منصور عندما تحدث إلى في قناة الجزيرة قالوا أنه كان يرسل 10 سيارات للجيش الوطني الجيش اليمني ويرسل 14 سيارة للجيش الحوثي للحوثي. يعني كان يبني جيش حوثي لليوم الموعود زي ما يقول، يعني اليوم اللي يريد أن يعني على عبد الله صالح ينقض فيه، ولكنه انقلب السحر على الساحر. نعم، انقلب الحوثي على عبد الله صالح. الآن والآن نحن الوثيقة الذي الآن نحن نتكلم عنها وثيقة مخرجات الحوار، أنا أتمنى وأدعو من وزير الخارجية، يعني أتمنى من وزير الخارجية الدكتور عبد المنعم المخلافي أن يعملها رسالة توعوية على مستوى الخارجي، وأيضا يعني يطلعوا الناس في الخارج على فكرة المشروع الإيراني في اليمن. نعم. وأنه غير مرحب فيه ولا توجد له حاضنة نهائيا. أيضا اثنين، أنا كفكر توعوي، أنت تكلمت عن في بداية سؤالك وأنا خرجنا من السؤال لأنه كان معك سفير على الخط. بالنسبة للتوعية، التوعية تتم من عبر وثيقتنا، وثيقة مخرجات الحوار بكل كلمة فيها، بكل حذافيرها، لأن الناس حقيقة إلى الآن يعني الذين يعرفون تفاصيل وثيقة مؤتمر الحوار الوطني قليل جدا. يعني هي وثيقة دستورية وتعتبر هي دستور بحد ذاتها،
لكن انا اتبنى شيء ثاني، انه نحن نعمل فيها، لماذا نعمل فيها داخليا؟ نبدا اي فيها في المحافظات. نسلم كل محافظ من الوثيقه نسخه بس نهيئها داخليا، ليس هو في شباب يعني في شباب ننفذ هذه الوثيقه على مستوى الداخلي المحافظات، نبداها بالمحافظات ونصل توصل الفكره. هذه توعية شباب، هنا توعية مدارس و مدارس ورؤى جامعات ثقافه مراكز ثقافه عبر مدراء مكاتب الثقافه في المحافظات عبر كل شيء، توعيه شامله عبر ادارات المحافظات كامل في التربيه والتعليم في الثقافه في كل في الاعلام. نعم ليش ما نعتمد عليها؟ وانا هذه من زمان كنت اتمنى ان انا اوصل. انا ابشرك الان انه الان في دورات معينه، وبدات هذه الدورات في عدن لمجموعه كبيره من الشباب. هؤلاء الشباب سيكون على عاتقهم التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. نحن بحاجة لتوعية حتى لا ينضحك علينا مرة أخرى. يعني ممتاز جدا أستاذ فهد أنه هذا الكلام موجود، وأنا والله ما أدري أنه هذا اللي الآن منك أنه هذا الفكرة موجودة، وهي في أفكار الأخ الوزير ياسر. نحن نرى نحن نرى كإعلاميين أو هوين إعلام أو نشطاء أو نعم. سياسيين نعم. أو أعضاء سلطة، أنه أنا في محافظة شبوه مثلا، أعطيك على محافظة شبوه، يجب أن يكون عندنا هذه الوثيقة تدرس وتعمم، نعمل منها برنامج، هي دستور هذه نعم. برنامج كيف ننتشل المحافظة، كل محافظة تنتشل نفسها من خلال الوثيقة بمخرجات حوار داخلية للمحافظات نعم، بخصوص المحافظات المحررة نعم. إذا الجهد في هذا الجانب مهم، إن احنا نبذل مجهود من أجل الوصول إلى نتيجة. أنا والله إن أنا أزعل عندما أشوف أطفال مع الحوثيين يزق بهم في الحروب هنا وهناك، لا يوجد سبب لذلك إلا أنه يعني استطاع أنه يضحك عليهم ويغرر بهم. بالتأكيد أستاذ فؤاد والمشاهدين جميعا، نحن مع الأخ الرئيس، وقد يفهم بعض الأخوان أنه حديثنا أنه موجه ضد مؤتمر الحوار، لكن نحن نؤكد مرارا وتكرارا للأخ الرئيس أنه مع هؤلاء لم يلتزمون. نعم ما ذكرته شيء دال الجبين، نحن يعني ما في مكان إلا وتعرض، في الجنوب ما في إلا شهيد، ما في إلا قتل وحروب غير مبررة، لم يلتزمون بوثيقة العهد والاتفاق في عام 94 وشنوا الحرب على الجنوب، وأخيرا انقلبوا على الأخ الرئيس وعلى مخرجات الحوار. مخرجات الحوار نحن ليس ضدها، نحن مع الأخ الرئيس ومعه، لكن يجب على القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يعمل في الحسبان، أنه من الصعب أن يحقق شيء مع هؤلاء لا يعرفون إلا لغة السلاح. لا 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 السلاح السلاح لا ماشي أو لا السلاح يشتغل، لا يتحاور هناك هناك الان انجازات. طيب على مستوى السلاح، اوكي على مستوى السلاح يجب على القياده السياسيه، ونحن نتطرق الى السلاح او ما يحصل من انتصارات عسكريه في الساحل الغربي، يجب على السلطه الممثله بالاخ الرئيس وهو في محافظه عدن ان يحافظون على هذه الانتصارات، ولا تتم هناك نكسه. لا 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 احنا نطالبهم ان يحافظون عليها. نعم. وان يحافظون عليها بكل جدية، ان يحافظون، ليس المهم ان تحقق انتصار، ولكن المهم كيف تحافظ عليه. نحن نطالبهم من موقع المسؤولية، لان احنا عانينا من الحروب وعانينا من من الاشياء هذا. يعني الان الحمد لله الامور تتقدم بشكل مدروس ودقيق وخطوات واثقة، خطوة افضل وانجاز افضل بيكون ان شاء الله. عفوا استاذ، نحن من هذا المنبر دائما احنا نخاطب القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس في كل برنامج، لا يمكن ان يكون مثلا مقيد في نقاط معينة. نعم. ما كان يجي يستذكر الانسان هو مهم، يجب ان نوجه القيادة السياسية. نعم. نحن من هذا المنبر نوجه رسالتين انا بوجهها للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، مهمة جدا انا لا اطلع فيها. محافظة أبين تعاني على مستوى المحافظة، يعني بكل مديرياتها هناك محافظة منسية، هناك ثغرات كثيرة في محافظة أبين، هناك ثغرات أمنية، هناك في عمليات، في قتل، في حرق البني آدم، أمس حصل يعني حرق بني آدم، قتل من القاعدة، من أنصار علي عبد الله صالح. أنا لا أسميهم، لا أعتقد أن القاعدة، أنه هذه جيوش مخفية باسم القاعدة يديرها علي عبد الله صالح والكل يعرف. نحن نطالب الأخ الرئيس محافظة أبين نقطتين مهمة. محافظة أبين هي تشكل الخطر على ما تحقق في الساحل الغربي وغيره لدول التحالف وللأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي،
وفي رسالة أخرى بوجهها لفخامة الأخ الرئيس أنه آباء وأسر الشهداء الذين قتلوا قبل 3 شهور في جبل ثرة المقاومة، يعني قتلوا بطيران خطأ طبعا، أنه أتلقينا اتصالات منهم أنه لم تحل قضيتهم ولم أحد يزورهم من أمام السلطة أو حتى يبين لهم كيف في مثل هذا. في هذا الموضوع كلمتك من هذا المنبر وأنا نعم. أعيد تكريره الآن أكرره للأخ الرئيس شخصيا، تواصلنا مع وزراء وتواصلنا مع لم تحل قضيتهم، وهذا أثر سلبا على المقاومة الجنوبية في محافظة أبين وبالتحديد مديرية لودر، وهؤلاء الشهداء سقطوا إلى يومنا هذا لم يطرق باب أهاليهم لا مندوب من السلطة ولا من الحزب. وانت كنت تكلمت وانا تكلمت مع وزير الداخلية نعم تكلمت نعم. مع وزير الداخلية وقالوا بنشكل لجان ورحنا وشكل، لكن للأسف يعني ما أدري إيش ظروفهم، ونحن نطالب الأخ الرئيس أن يوجه توجيهات بحل هذه المشكلة لأنها تؤثر سلبا على الأمن بشكل عام. نعم. نعم شكرا جزيلا وصلت رسالة. خلينا إذا نعود للأستاذ علي، وأنت أيضا كنت في تتكلم عن شبوة، شبوة التاريخ والحضارة حقيقة، وكانت حاضرة في مشهد أيضا مؤتمر الحوار الوطني، وحاضر الآن في مشهد المقاومة بشكل قوي، ورسالتك أيضا في شبوة. ما دام نحن بدأنا بالرسائل، يعني وصلنا إلى الرسائل، رسالتي أولا هي حتأخذ على جزئين. أول شيء رسالة عامة، رسالتي عامة، إلا تسرق الانتصارات لحزب أو لمحافظة أو لمركز أو لقبيلة أو لشخصية أو لقائد معين، انتصار الوطن كامل، انتصارات المخا قبل لا تسرق، انتصارات شبوة قبل لا تسرق، انتصارات بيحان والبقع، انتصارات الخضرة، انتصارات كل مكان، لا قبل لا تسرق بأسماء أحزاب. وأنا نعم. أقولها وأنا مسؤول على كلامي وما يهمني أي نعم. حد. لا أوصل رسالتك. أرجع رسالتي هذه. أنا نعم. رسالتي. أه. اثنين. أولوية شبوة. أولوية شبوة أولاً يجب وأدعي بل أدعو كل المواطنين أن يقفوا وقفة جادة إلى جانب المحافظ. محافظة شبوة لن يعمل بمفرده. اطلاقا، ولو انه يعني استطاع عظيم، لو انه نبي مرسل لا يمكن يعمل الا بالناس، يجب ان يقفوا الى جانبه، مش اليوم ياتوا الى مكتب المحافظ ونحن معك الاخ المحافظ والعصر عندهم برنامج اخر، يتقطعون ل ل ل ل ل ويتات الديزل بتكلم يعني ولا اخاف، وانا قبيلي وهو قبيلي بشكل عام بعيد عن القبيله، بعيد عنها، نحن اخوان ابناء شبوه، نمثل شبوه، عصبتنا شبوه، عندنا نحن ادويه في المستودعات، عندنا مستشفيات، عندنا مشروع اشتغل، مشروع الصعيد اشتغل، كلها معتمد على الكهرباء، الادويه كلها عندما توقف الكهرباء 24 ساعه 48 ساعه تنتهي بسبب اشخاص، اللي اعتتنا من الكويت بسبب اشخاص، اللي اعتتنا من السعوديه، واللي اعتتنا بدعم خارجي بسبب اشخاص، الانسولين انتهى في المستشفيات والمستودعات في عتق، يعني جرعات السرطان والحمى الضرخ والتيفود والامراض الاخرى تنتهي، الامصال العلاجيه تنتهي في المستشفى بسبب انه الكهرباء واقفه، مواطير متهلكه اصلا في شبوه عندنا. طبعا المحافظ بشرك ان الكهرباء العاده، انا وصلني خبر قبل ان ادخل السيدي وانا كلمتك احنا وانت في تحياتنا للمحافظ، تحياتنا للاخ المحافظ، وندعو كل المواطنين يا ابناء شبوه ارجوكم واتوسل اليكم ان تقفوا الى جانب المحافظ من اجل محافظتكم وليس من اجل المحافظ شبوه احمد حمد المرسي. نعم. من اجل شبوه. نعم. انا في ختام وما معلش بكملك، انا واحنا اتفقنا على المحافظه قدمت له مقترح المحافظ، اي مقترح يخدم المحافظه انا اقول لك، مش ليس ان انا شهادتي مجروحه، انا اللي انا مدير عام انا عنده. نعم. لكن انا قدمت مقترح انه نعمل لوحات توعويه في النقاط المداخل المحافظه، على طول وافق عليها نعملها، لو من دم قلوبنا نعملها. فلماذا لا يتوعي الشعب يفهم ايش مكتوب في اللوحات، ايش مكتوب هنا، ايش مكتوب ايضا علامة انا احنا في شبوه نبغى يتحرك شويه، ونتمنى لهم ان يعني يعملوا اكشن جديد الاذاعه والاعلام، الاذاعه فتحها المحافظه عادها، استعاد الاذاعه. نعم. بس في ناس ما يبغون، انا قلت لك يعني العصر الصباح هم عند المحافظه نحن مع الى جانبك، والعصر عندهم برامج اخرى. طيب اذا في ختام هذه الحلقه الخاصه، نحن تحدثنا عن مؤتمر الحوار الوطني، وتحدثنا عن وثيقة المؤتمر الحوار الوطني هذه التي صيغت بدماء وقلوب وأفئدة وتطلعات وطموح كل اليمنيين، وكما تحدثتم أيضا في هذا الجانب، وتحدثنا أيضا عن الرسائل التي يجب أن تكون حاضرة في
كل مشاهد حوارنا في وقنواتنا الإعلامية والتلفزيونية الخاصة بالشرعية، وهذا ما يؤدي إلى النماء والتنمية ويؤدي إلى التطور، ولا يمكن أن ننتصر دون أن تكون هناك شفافية في تناولنا لكل قضايانا. في ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختامها، نشكر الأستاذ عبد الرحمن سالم الخضر صحفي والكاتب. شكرا جزيلا لقناة عدن المتميزة دائما، يعطيك الصحة والعافية. شكرا. كما نشكر الأستاذ علي أحمد الحاتلة مدير عام العلاقات الخارجية بمحافظة شبوة، نتمنى لكم الخير. شكرا أستاذ فؤاد، ونشكر قناة عدن ونشكر إدارتها لأنها القناة الوحيدة التي تأخذ أخبار شبوة بشكل يومي في نفس اللحظة، وهذا بصراحة نشكركم نيابة عن إعلام شبوة. يعطيك الصحة والعافية، وهذا عملنا. في الأخير، كانت يوم 25 من يناير خير لكل اليمنيين الشرفاء الذين يأملون في وطن آمن ومستقر، ويسعون لإيجاد عدالة اجتماعية، تداول سلمي للسلطة، شراكة متساوية في الثروة والسلطة. هناك آمال وتطلعات وطموحات يسعى من أجلها كل الشرفاء، المقاومة الجنوبية، المقاومة الشعبية، الجيش الوطني، يبذلون الدماء رخيصة من أجل الوصول إلى هذه الغايات وهذه الأهداف، وسنصل إليها. وفي الأخير لا يصح إلا صحيح، وسينتصر الحقيقة وسينتصر الخير على الشر الذي المتمثل بالحوثي وعفاش. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الختام لكم أجمل التحايا وأطيب المنى، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 على شعب اليمن.